السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 88 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. عندنا اليوم واحد النص قرائي انترنت اي جو فيديو، ليكتور انترنت اي جو فيديو، يعني الانترنت والعاب الفيديو. الانترنت اي لي جو فيديو كما شفنا في العنوان. دابا غادي نشوفوا الاسئله ديال الملاحظه ديال جوب سيرف اي جو ديكوف، يعني الاحظ واكتشف. كتكون غالبا خصنا نتابعوا العنوان ونتابعوا الصوره المرافقه للعنوان. هنا قال لك كيلي لو تيتر دو تيكست، ما هو عنوان النص؟ وكما كتشاهدوا عنوان النص هو هذا انترنت اي جو فيديو. نكتبوه نجاوب انترنت، عنوان النص هو انترنت اي جو فيديو، العاب الفيديو. واضح. ثم السؤال الموالي قالك دابخي لو تيتر اي ليماج سي كوا بورت لو تيكست ا تون افي، من انطلاقا من الصوره و صوره والعنوان سي كوا، على وين غادي يهضر هاد النص في رأيك؟ يعني تاني نفس الشيء سير انترنت اي جو فيديو، نفس الموضوع. دابا شنو غنديرو؟ نحاول نقراو النص ونشرحو ونجاوبو على الأسئلة ديال الفهم. لاحظوا معايا، انترنت اي جو فيديو. الانترنت اي لي جو فيديو sont parmi les loisirs préférés. L'internet ou l'alab vidéo هم من بين les loisirs، من بين الهوايات المفضلة pour بالنسبة الأغلبية، la plupart des enfants، أغلبية ديال الأطفال et des adolescents والمراهقين. Malheureusement للأسف leur utilisation للاسف الاستعمال ديالهم المتوالي ديما كتخدم داك انت كتستعمل الانترنت والعاب الفيديو بو كوزي، ممكن يسبب دو غراف بروبليم، يعني مشاكل خطيره، يسبب لنا مشاكل خطيره استعملناهم باستمرار وبشكل متوالي، يعني ماشي سكسيسيف هو بشكل متوالي، هنا اكسيسيف يعني فيها واحد ليكسي، فيها واحد مبالغه، فهمت؟ انتبهش انها ماشي سكسيسيف كتعني بشكل متوالي، اكسيسيف يعني فيها واحد الافراط، اكسي فيها ليكسي. لان مثلا كيقول لك كيشدك شي بوليسي عند في السرعه القانونيه، يعني مثلا عندك 60 وانت وصلتي ل 80 كيقول لك عندك اكسي فيتاس، يعني تجاوزتي السرعه المسموح بها، يعني ملي كتستعمل هاد العاب فيديو بشكل اكسيسيف، يعني بشكل فيه افراط، فيه تعياق، فيه بسالة، فيه حماضة، كتحمض في اللعب في هاد الالعاب الالكترونية. فواسي الوغ، ها هما اذن هادو اللي غنشوفو دابا، كيلكو كونساي، بعض النصائح بور ايفيتي سي بروبليم، باش نتفاداو هاد المشاكل. شنو هاد النصائح؟ هنا غنشوفهم دابا. Limiter la durée d'utilisation d'Internet et de jeux vidéo. Limiter, يعني نحدو من la durée, يعني المدة الزمنية d'utilisation, ديال الاستعمال ديال الانترنت والعاب الفيديو. Limiter، مثلا انا كنشد النهار كامل وانا كنلعب، نحدد نقول مثلا الصباح نلعب ساعة، عشية نلعب ساعة او نص ساعة او احسن، ولكن تحدد، ماشي تبقى غير عاجبك ان تكمل هاد البارتي، لا بقى هادي اللي عجبتني، لا دابا نلعب مثلا كتلعب الكره، نلعب هاد الفرقه هادي يمكن تربح، نلعب هاد التورنوا، صافي كتبقى النهار كامل شاد. اذا ما خصك تحدد شحال ديال التوقيت اللي خاصك تلعب. ثانيا شوازير دي جو ادابتي ا سون اج، انك تختار العاب اللي مناسبه للسن ديالك، فهمت؟ ان مثلا كتلقى دري صغير وكيلعب لك العاب ديال اللي فيها حروب وفيها هادي، وكتاثر له على النفسيه ديالك. ايفيتي دو بيبليي، هذه بخصوص الالعاب. دابا نشوفوا بخصوص الانترنت، مثلا انت في فيسبوك ولا انستغرام ولا شي موقع تواصلي، كيقول لك تفادى انك تنشر الصور ديالك او الفيديوهات ديالك الشخصيه، تفادى انك
يعني تنشر صورك خاصة أو فيديوهاتك في المواقع ممكن يستغلوها أشخاص آخرين. كيفاش يستغلوها أشخاص آخرين؟ مثلا يشد لك صورتك ويوضحها على شي جسد آخر، شي شخص آخر، ويبدأ يقول لهم ها ما شوفوا فلان كيفاش داير، شوفوا فلان كيف، وهي غير الصورة ملصقة في شي جسد آخر. إذا باش ما يستغل الصور ديالك من الأحسن ما تديرش صورك الشخصية والفيديوهات ديالك. رابعا قالك سو ميفي. شنو هي سو ميفي؟ سو ميفي هي ما تثقش، هنا العكس ديال سو كونفي، انك تثق في شي واحد وتعطيه الاسرار ديالك. هنا لا سو ميفي يعني ترد البال، ما تثقش. ما تثقش فاش؟ دو ليدونتيتي دي انديفيدو، ما تثقش في الهويات ديال الاشخاص. مثلا شي واحد كيدخل معك الانترنت كيقول انا العمر ديالي 13 عام، انا كنسكن في البلاصه الفلانيه هذه، وكتحاول تعرف عليه، هو راه كتلقاه شي شخص كبير عنده سن كبير وباغي مثلا يفرزك، يقول لك اجي نتلاقاو في بلاصه فلانيه، يفرزك، يمكن يقتلك، يمكن يدير فيك شي حاجه اخرى. اذا ديما ما تثقش في الاشخاص، واخا تشوفوا فيديو راه كتلعب في داك الشيء. اذا ما تثقش في الاشخاص الغرباء. هنا être prudent، تكون حريص، تكون راد البال، تكون منتبه. en lisant، وانت تقرا، en lisant lire une information، واحد المعلومه، ou en regardant une vidéo. قالك ملي تكون كتقرا واحد المعلومه رد البال، راه ماشي جميع داكشي كاع اللي، راه ماشي قران هذاك اللي كتلقى في الانترنت، راه هذاك الشيء معلومات اي واحد ممكن يدخل يدير موقع الكتروني ويبقى ينشر الاكاذيب وداكشي اللي ماشي صحيح. اذا رد البال، ماشي كاع اللي شفتها في الانترنت راها صحيحه. وتا لي فيديو، ملي كنشوف شي فيديو راه ممكن يكون مفبرك. اذا من الاحسن ما نثقش ديما حاجه اللي تشوفها، قول ربما تكون صحيحه، ربما تكون كذوب. اذا ديما نرد البال. دوموندي كونساي، انك تاخذ النصيحه، طلب النصيحه. دوموندي كونساي، طلب النصيحه. كون اون ني با سور دون انفورماسيون، يعني تسول شي واحد كبير ولا شي واحد عارف، ملي تكون شي معلومه باش شاك فيها سول باش تاكد واش المعلومه صحيحه او لا. نعاودو نقراو النص. انترنت et jeux vidéo. L'internet et les jeux vidéo sont parmi les loisirs préférés pour la plupart des enfants et des adolescents. Malheureusement, leur utilisation excessive peut causer de graves problèmes. Voici alors quelques conseils pour éviter ces problèmes. Limiter la durée d'utilisation d'Internet et de jeux vidéo. Choisir des jeux adaptés à son âge. Éviter de publier ses photos ou ses vidéos personnelles. Se méfier de l'identité des individus. Être prudent en lisant une information ou en regardant une vidéo. Demander conseil quand on n'est pas sûr d'une information. نعود نقراو النص قراءة متأنية كلمة بكلمة. انترنت اي جو فيديو. الانترنت اي لي جو فيديو سون parmi les loisirs préférés pour la plupart des enfants et des adolescents. Malheureusement, leur utilisation excessive peut causer de graves problèmes. Voici alors quelques conseils pour éviter ces problèmes. Limiter la durée d'utilisation d'Internet et de jeux vidéo. Choisir des jeux adaptés à son âge. Éviter de publier ses photos ou ses vidéos personnelles. Se méfier de l'identité des individus. Être prudent en lisant une information
ou en regardant une vidéo. Demandez conseil quand on n'est pas sûr d'une information. Voilà, نجاوبوا دابا على الأسئلة ديال الفهم. قبل ما نجاوب على الأسئلة ديال الفهم كتكون عندنا جو برونونس بيان، يعني انطقوا بشكل جيد. انفون، انت شوف كي كتكتب هذه او ان وهذه ا ان، ولكن بجوج كيتنطقوا اون اون. انفون، ادوليسون، ادوليسون اطفال مراهقون. برودون، منتبه. برودون، دوموندي ont, هادو كلهم ont, ont demandé un exploit, malheureusement, للأسف, ont causé, إلى causé هو تسبب, causé, la cause, السبب. دابا نشوفو, je lis et je comprends, يعني الأسئلة ديال الفهم. قال لك de quel loisir s'agit-il dans le texte؟ إن هواية اللي كنهضرو عليها في هذا النص. شنو هما الهوايات اللي كنهضرو عليهم في هذا النص؟ انقولوا il s'agit يتعلق الامر de l'internet بالانترنت، لان الانترنت هو هوايه كيلين بلي بالانترنت. الانترنت اي لي جو فيديو، العاب الفيديو، لي جو فيديو. واضح. ثم السؤال الثاني، كو بو كوزي، شنو يمكن يسبب لنا استعمال يعني المفرط ديال الانترنت وديال العاب الفيديو؟ شنو يمكن يسبب لنا؟ كما شفتوا راها موجوده في النص. مالوغوزمون لور اوتيليزاسيون اكسيسيف، كما قلنا هنا اكسيسيف، بو كوزي دو غراف بروبليم. L'utilisation, elle peut, ok, peut causer de graves problèmes. De graves problèmes. Voilà, nous avons combien y a-t-il de conseils dans le texte? Chacun a une conseil في هذا النص. إذن بكل بساطة رجعوا نحسبوهم، شحال من كولوم نصيحة، هو نيميرو تي هي مرقمة هنايا، شحال كاينة؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة ديال النصائح. إذن شحال من نصيحة عندنا في هذا النص؟ نقولو ثالثا، دون لو تكست، إليا سي كونساي، ستديال النصائح. واضح. نمر الان للسؤال رقم 4، شوف شنو مطلوب. قال لك اكي سي كونساي سونتيل ديستيني، لمن اكي، لمن هاد النصائح موجهه وعلاش؟ اي بوكو، لمن موجه هاد النصائح وعلاش؟ سي كونساي نقولوا بان هاد النصائح موجهه لينا. سي كونساي سون ديستيني ا نو، à nous, من موجه لينا حنا، او aux enfants، او للاطفال. وعلاش موجه لينا او للاطفال؟ pourquoi؟ pour éviter، باش نتفاداو الاضرار ولا السلبيات. pour éviter les inconvénients، كنسميهم السلبيات هما les inconvénients. Les inconvénients des jeux, s'il y a des jeux vidéo et l'internet. هذا نصائح تعطاتنا باش ناخذوا اي حاجه فيها الجانب السلبي وفيها الجانب الايجابي. هنا كيعطيونا نصائح باش نتفاداو الجانب السلبي اللي كاين في الانترنت والعاب الفيديو. دابا ندوزو لتحت، عندنا جو رياجي. شنو عندنا جو رياجي؟ قال لك كومون تروف تو، كيف تجد لي كونساي دوني دون لو تكست، كيفاش بانوا لك هاد النصائح المقدمه في هذا النص؟ نقولوا بانهم تري
les conseils sont très très importants et très intéressants. النصائح هي مهمة ومثيرة للانتباه ومثيرة للاهتمام. نشوفوا السؤال الثاني شنو مطلوب منا. قال لك تونامي صديقتك او صديقك يتيليز بوكو لي جو فيديو كيستعمل بزاف العاب فيديو كاين كونساي بوتي لوي دوني. شنو تقدر تقول له من بين النصائح اللي شفتو؟ تقول له il faut يعني خصك يجب عليك ليميتي انك تحد لا دوري يعني المده الزمنيه ديوتيليزاسيون دي جو فيديو يعني خصك تحد من المده اللي كتستعمل فيها العاب فيديو لان ما بقى نهار كامل انت كتلعب يضرك عينيك يضرك الدار ديالك يعني كاينه بزاف ديال السلبيات. وهكا كملنا صفحه 88 الى اللقاء.